شو بتقول الأفلاك لمواليد العذراء بأول أسبوع من شهر أيلول سبتمبر 2023؟ عزيزي مولود العذراء يلي عندك شهر مميز مثل ما شفت بالتوقعات هيدا الشهر، بدي قلك ما تبلش بجديد بأوله، يعني يوم الجمعة واحد كون متحفظ جدا وبعيد عن الأضواء. ليش؟ تسمعون بالأب إذا مشترك في التفاصيل كل يوم تسمع، تبحث بين السبت 2 والأحد 3 قضية تتعلق بمشروع لإلك، ويمكن بتحصل بها الفترة يلي بتمتد ليوم الأحد 10 على ترقية أو زيادة على الراتب أو بتلاقي عمل أو بتستعيد أمل. ما تخاف من أي مبادرة بين التنين 4 والتلاتة 5، يمكن تتوصل للشي اللي بدك إياه، بس لازم تكون متحفز جدا. بين الأربعة 6 والجمعة 8 بفترة شوي معاكسة بتتسبب لك يا بجفاء يا بأذى يا باعتداء معين. تسمع بهالفترة خبر كتير بيزعجك، يمكن ما يكون متعلق فيك بس بخليك شوي مضطرب، يمكن يكون خبر عالمي بس بتكون انت مضطرب. لازم تكون متحفظ جدا، التحفظ الشديد مطلوب بين الأربعة مثل ما قلنا والجمعة، عم بعيدها لأنه الموضوع كتير مهم. يوم الخميس 7 في يكون عندك منعطف نحو جديد. الخميس 7 بيحمل لبعض مواليد العذراء موعد كتير مهم أو فترة كتير أساسية بحياتهم.